اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك يا كابتن، شرف ومنور. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذنا؟ نور الدنيا. حلو انت كل سنه وانت طيب. ازيك يا استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ استاذ جمال، استاذ محمود، هبدا مع حضراتكم. وكالعاده بفوز النادي الاهلي برباعيه في مباراه الاهلي والمصري امس، و كيف استطاع النادي الاهلي ان يتجاوز الاثار السلبيه؟ كان هناك ايجابيات طبعا في المباراه الاولى، ولكن الاثار السلبيه للمباراه بعد هزيمتنا فيه. هو الحقيقه انه انا وجهه نظري الشخصيه انه النادي الاهلي كان في مباراته كمان قدام اتحاد العاصمه قدم عرض كويس جدا. أوكي. لم ينقصه الا احراز الاهداف. احراز الاهداف، نعم، والتوفيق ما كانش موجود خالص مع النادي الاهلي. وبرضه كان في اخطاء في التعامل مع المباراه، مفيش كلام، لكن نقدر نقول ان الاهلي تجاوز كل هذه الامور امام المصري في بدايه او افتتاحيه الدوري العام، وحقق فوز كبير في تالق طبعا للوجوه المنضمه لدي حديثا للنادي الاهلي. امام عاشور ورضا سليم ادوا بشكل قوي جدا في المباراتين الحقيقه، لكن كانوا اكثر توفيقا في مباراة المصري. إضافة إلى الكلام اللي بيثار على موديست، أعتقد أنه صعب قوي نحكم على مستواه وعلى أدائه، زي ما قال كولر حتى هو لغاية دلوقتي ما يعرفش أسماء اللعيبة إيه، ما يعني ما فيش، مش واخد على الفرقة بالشكل اللي تقدر تاخد عليه أنه هو يعني ده مستواه ولا مش مستواه الحقيقي. فأعتقد أنه ان شاء الله يكون مع الوقت افضل بكتير يعني، لكن هو طبعا 100% تجاوز ازمه خساره المباراه الافتتاحيه على كاس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه. ده شيء يحسب للاعبين وللجهاز الفني انه حصل بسرعه، يعني ما اخدش وقت طويل، وده برضو اللي احنا متعودينه مع النادي الاهلي على طول، انه زي ما بنقول الملفات كثيره وسرعة الانتقال طبعاً من ملف إلى ملف آخر ده مهم. بطولات طبعا، لأن أنت عندك لو قعدت زعلان شوية هتخسر كذا كذا بطولة. صحيح. فالمنافسة الحقيقية تقتضي من لعيبة النادي الأهلي أن هم اللي فات مات زي ما بيقولوا، يعني في أخطاء أو في عدم توفيق في مباراة أو في بطولة معينة، ده ما يمنعكش من مواصلة اللعب بقوة. بعد كده انت داخل كمان على دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي اللي هو ما يقال يعني السوبر الافريقي، فما عندكش وقت تقف وتضيع وقت، محتاج على طول ورا بعض ورا بعض. استاذ محمود، مباراة صعبة، اختبار صعب للاهلي، اختبار لقدرات الفريق ومدى صلابته ووقوفه على ارض صلبه قدام منافس عتيد وعنيد في الدوري المصري وكمان عنده خلفيه احداث مباراه دور الثمانيه في كاس مصر المسيره واللي انتزعها الاهلي بصعوبه بالغه 2-1. بلا شك ان كل ده عمل ضغوط بالاضافه لخساره السوبر في ظروف يعني غامضه من وجهه نظري. المباراه كانت قويه جدا، قدر المدير الفني يجهز لعيبته نفسيا وكان ده شيء مهم جدا. ايضا مكاسبك فيها انه عناصرك اللي اضفتها للفريق كانت مهمه جدا، رضا سليم وكمان امام عاشور، امام عاشور بالاضافه للعناصر القديمه كمان، استعاده بيرسي تاو وبرده ودخوله في المباراه الشناوي ومجموعه العناصر، قدرت اللعيبه تلم نفسها بسرعه ما تستسلمش لحاله الانكسار اللحظي اللي تمت في الطائف. ده شيء من الحاجات المهمه جدا، ودي تبين على قيمه الفريق انه بيستطيع انه يخرج من مطب يرجع يعود له الصوره بصوره قويه جدا. هو ده الاهلي وهو ده جمهور الاهلي، والناس طالبه كده، انه موسم صعب، موسم هيبقى فيه تلاحم كبير جدا، ضغوط رهيبه جدا. يعني النهارده انت يعني بسم الله ما شاء الله بتخش من دوري تطلع على معسكر منتخب، هيبقى مباراتين في الامارات، تطلع من المباراه تروح على سبا التنزاني، عندك قبلهم مباراتين في الدوري الافريقي. فانا عاوز اقول لك ان كل دي الحسابات اكيد بامانه شديده تشفق فيها على مين؟ على
الجهاز الفني وحجم الكبير جدا، عمليات التدوير والشغل والحفاظ وكمان الخوف من الاصابات، وكل ده شغل هيتطلب جهد كبير. ايضا كمان عمل الجهاز الاداري ومجلس الاداره ومن خلفهم الجمهور، كل دي هتبقى حسابات يا كابتن سامي. فلا شك انه الفوز ب4-0 على منافس بحجم المصري ده من الدربيات الكره المميزه في الدوري المصري، لا شك انه طبعا ده عمل رد ورده فعل وخلى ناس كتير تقول كلام مش مفهوم، برضو في هزيان بيتم كده بيحصل بعض الاحيان مش فاهمين وعاوزين نعرف هل ده ينطلق عليه التحليل ولا ينطلق عليه التشكيك ولا التقليل من الفوز ولا ايه اللي حصل. فانا عاوز اقول لك انه لا، فوز مهم، فريق دفعه معنويه، انك تدي كمان اشاره ورسائل من برج العرب عن الدفاع عن اللقب التاريخي بتاعك، اللقب انت بتبحث عن لقب 44، عاوز تقدم مستويات متميزه، بطوله صعبه، بطوله يعني هيبقى فيها لوغاريتمات كتير على فكره، لازم تبقى فاهم تلاحم قرب المباراه كل يومين وكل ثلاثة مباراه هتبقى صعبه، هتبقى هيبان هنا قدره وخبرات الاداره الفنيه في ان هي تتعاطى وتجدد الدوافع، وكل ده كلام لازم الناس تحطه في حساباتها. يعني ايه؟ في واحد لعيب ممكن يكسر لك الدنيا في ماتش واثنين وثلاثه، ممكن يختفي في ماتشين ثلاثه، يعني هتبقى ايه؟ مساله الدنيا رايحه جايه. الدنيا رايحه جايه، انت كل ما يبقى عندك ثبات وكل ما يبقى عندك تدافع عن فريقك وتحافظ على الشيء اللي بتجود اكتر وبتستغل. انت لو شفت يعني احنا لما اتفرجنا على المباراه شفت حجم الكور الثابته اللي كانت للنادي الاهلي في المباراه من خارج الصندوق، دي حاجات من الحاجات اللي محتاجه انك انت ازاي تستغلها، اصل انت بكره ثابته ممكن تخلص الماتش. صحيح، بكورتين يعني عاوز اقول لك ايه، لا يعني انا شايف انه هيبقى في شكل كويس، اعتقد هيبقى في دوافع مهمه جدا للفريق، هيبقى عنده هدف كبير جدا انه البدايه القويه مع استمرار وارتفاع الوتيره والكلام ده، وكمان حضور الجمهور. يعني انت النهارده برضو شيء كويس انه يبقى في 30,000 في مباراه سان جورج، اتمنى ان يبقوا 30,000 دول في الدوري، نفسنا نشوف في الدوري 30,000. صحيح يا جماعه، التصوير هايل، في شغل هايل بيتعمل، بس اديني الجمهور، اديني الجمهور، عاوز اشوف، مش عاوز اشوف المدرج فاضي، انا عاوز اشوف الجمهور موجود منور الدنيا. هي على فكره بقى معانا شكل رائع، هيعمل لو الجمهور موجود هتبقى الدنيا، هتبقى الدنيا كاميرات الواير شغاله وهتبقى شغل 10 10، هتبقى في روح، ادي الجمهور، الجمهور عايز روح، وانت حاطط كل لوائحك وتذكرتي عامله شغل 10 على 10، ادي الفرصه شوف. طيب بما اننا بنتكلم عن هذا الامر يا استاذ جمال، برضو في اطار التنسيق الواضح الحقيقه ما بين الشركه المتحده والنادي الاهلي، بينضم للنادي الاهلي رعاه جدد خلال هذه الفتره اخرهم، شركه الشاي اللي انضمت على ظهر النادي الاهلي في قبل المباراه الاخيره، اعتقد نجاح كبير للشركه المتحده وتنسيقها وادارتها لملف رعايه النادي الاهلي مع طبعا اسم النادي الاهلي الكبير. طبعا هو يعني ده طبعا نجاح للشركه المتحده ونجاح لاداره النادي الاهلي في ان هم ازاي يستفيدوا لاقصى درجه من اسم والعلامه التجاريه للنادي الاهلي. صحيح، وده بيبقى رد دائم على من يطالبون بالمساواه. يعني المساواه ممكن تبقى في حاجات تانية. في الظلم عدل. لا يعني ممكن المساواه في الظلم عدل، في الظلم مش في الرعاه، بس المساواه في الرعاه مش عدل طبعا. ولذلك كل واحد لازم يشتغل على انه يعمل اسمه ويعمل العلامه التجاريه بتاعته اللي هي طبيعي هتجيب له الشهد زي ما بيقولوا. لكن بس بشتغل الاول بقى، مش في يومين يا بالظبط. يعني اشتغل ده شغل سنين وعرق وتعب يعني. على مدار سنوات طويله زي ما الاستاذ محمود بيقول، سنين طويله نشتغل عشان نوصل لهذه المرحله، ويمكن ده هذا الاقبال من الشركات الراعيه على حجز مكانها على فانيلات النادي الاهلي، ده دليل جديد. يعني خلاص انت بدات الموسم، يعني كان ممكن الناس تقول لك بقى نستنى شويه. صحيح، ما زالت العروض بتنهال على النادي الاهلي ولسه فده دليل كويس جدا على عندك معلومه يعني يا استاذ محمود لسه لا لسه يعني يعني بص لك، مش خسرت لقب؟ مش كان كفيل يقول لك لا ما رايحينش؟ لا اسالك سؤال، لا بحسابات التفكير بتاعت الناس الثانيه بس حسابات التفكير في بعض طبعا بيفكر بهذا الشكل، اللي هو الناس اللي ما عندهاش يا استاذ محمود. يا استاذ محمود، ده اتنين كانوا بيتكلموا مع بعض امبارح بعد الماتش. ما انا برضو دي انا عايز برضو اسال راي حضراتكم. يعني صحفيين كبار، مش نقاد رياضيين بس، انتوا صحفيين كبار وليه كل واحد فيكم ليه اسم يزلزل يعني انا برضو عايز افهم، هو انا
عايز اطلع بمحتوى. فانا معايا تليفون وقاعد بتفرج على ماتش الاهلي والمصري امبارح. الشناوي طالع هو ومحمد عبد المنعم ماشيين بيتكلموا. قام واحد مصور الموضوع وحطه على السوشيال ميديا. عشان وقام جاي كاتب خناقه محمد الشناوي مع ما هو ده على محمد عبد المنعم. هو ده الطريقه الوحيده. طب ايوه لاثاره المشاكل يعني ايه؟ وبعدين انا وانا هفضل كده وانا هفضل كل يوم اطلع ارد على حاجات. عجبني ان اداره النادي الاهلي برضو ماشيه في الاطار القانوني، انها توجهت الى المجلس الاعلى للاعلام لمتابعه مثل هذه الامور اللي بتشكك او بتعمل مشاكل مع بدايه الموسم. ما هو انت النهارده فريق ماشي زي الفل ان شاء الله وعنده بطولات كتير، ما عندوش وقت، وعنده بطولات يدافع عنها، ما عندوش وقت ان هو ترد على المشاكل اكتر من ان كابتن خالد بيبو طلع برضه نفي طبعا واضح وصريح للمشكله اللي تم اثارتها حول برضه صار. احنا كم اشاعه لغايه دلوقتي يا جماعه؟ كتير. احنا لازم نرصد الاشاعات. ما هو انت بقى هتفضل طول ما انت شغال هتلاقي الناس اعدالك. لا بس انا اقصد ان في حاجات يعني يا استاذ جمال تبقى ممكن يبقى في دخان اللي هو يعني حد ايه مسك في حد، حد اتكلم معاه على فكره فيها سبب يعني. لا بس على فكره ده كويس، ده طبيعي ان ممكن جدا تحصل مشادات. ما احنا ايام ما احنا كنا بنلعب يعني مع احترامي الجيل اللي موجود طبعا جيل على هايلين ورائعين وكل حاجه، ولكن احنا كمان الجيل بتاعنا لما كنا بنلعب كان المجموعه كلها بتلعب مع بعض من واحنا عندنا 14 سنه 15 سنه في المنتخبات لغايه واللي راح هنا واللي راح هنا، وبعدين كلنا معظمنا بقى قاعد في النادي الاهلي مع بعض. ففي الاخر وكانت بتحصل مشادات ما بيننا وما بين بعض، ولكن ده طبيعي. اول امبارح ولا اول امبارح مانشستر يونايتد غلب من برايتون ثلاثة دخلوا مسكوا بعض بعد الماتش، مش عايز اقول لك اربع لعيبه طحنوا بعض. ايوه احنا لا ندعو لمثل هذا الامر، ومش ان هذا الامر غير صحيح. ممكن الغضب او الحزن على نتيجه معينه يخلي انا اقصد اقول لك انه اللي بيتقال من الاشاعات خلال الفتره اللي فاتت بيتجه لاتجاهات غير صحيحه. وما حصلتش. هدف واضح. الهدف واضح يعني. طبعا طبعا هدف واضح. ما انا لازم اعمل لك مشكله الفوضى. انا لما اطلع دلوقتي مشكله امام عاشور وادعي فين اذا كان هناك ادعي صح، ما برضو من الذكاء اللي عمل التركيبه عملها ايه تركيبه ايه 10 على 10. انا بقول انه حصلت خناقه فما فيش رد فعل، واروح اعمل الفقره الثانيه الاهلي يجري تحقيقا على من سرب الخبر. ذكاء الاولانيه وبكمل لك بالثانيه طبعا. الاهلي لم يتوصل وغرامه مش عارف. انا عبد الرتب بعمل لك ايه؟ انت ملاحظ كابتن اسلام قدام حمله ممنهجه. لا واختيار الاشخاص عملنا هنا. انا بكلمك الحمله دي اختيار اللاعبين. ما طبعا كهربا. ما انا اختارك على مين؟ ما هو اختيار لازم يبقى. وكهربا طلع فين يا فندم؟ ساعه الفيلم اللي اتعمل انه تعالى من غرام مش كان بيعمل عمره؟ وانا غلطان كان بيعمل عمره واجيب صور قديمه. طيب هنا دور المتابعه وعدم الاستهانه بالشكاوى النادي الاهلي من الهيئه الوطنيه. ده كلام من المفترض صح؟ انا بكلمك وعدم الاستهانه لابد من التحقيق والتفحيص والبحث عن التليفون وعن صاحبه وعن اللي عمل الصوره وتركبه وحطها في المنطقه دي. ما سهل ان انا اجيب الكلام ده واجيبه ووجه وعاقب وحاسب. ليه؟ انت كده بتدي بتفتح باب لانه اي حد يستطيع انه يستخدم حاجات تانية يعمل اللي هو عايزه فيها في اطراف تانية. عشان كده بقت ما بقتش كمان داخله على الرياضه بس يا كابتن اسلام، ده الامور تدخلت على ايه؟ على الـ 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 يعني التكوين الاسري المجتمع. بدانا عندنا حاجه محيره وعندنا في خطا في المجتمع عندنا التلذذ بالحاجات اللي زي كده. صحيح. البحث عن الشواذ من الامور من القضايا من الهدف. لابد يكون هناك رفض مجتمعي. احنا مش بنبحث عن المثاليه، ما خلاص لا الدنيا خالص مختلفه. بس انا عاوز اقول ايه؟ احنا مش عايشين في المدينه الفاضله. لابد بكلمك لابد انك انت باسلوب او باخر بتحمي فريقك. صحيح. بشكل وبتتصدى لمثل هذه الامور وتقضي عليها مبكرا، والرد يكون عنيف في اوقات معينه من باتجاه هؤلاء الباحثين والساعين دوما عن اثاره البلبله والشك وان انا اعمل ضجه وان انا احط نفسي في الصوره وانا مش مختفي واطلع. يعني عايز اقول لك ايه؟ خلاص الاهلي زي بقول لك اتعود على خلاص. فعشان كده انا بقول لك ايه؟ هو ماشي ماشي مكمل وسايب دول عمالين ينادوا على الخط مش مشكلتي. بس ايه؟ وانت ماشي لازم تاخد بالك.
لان هو بيحط عليك ضغط وبيشكك وبيعمل لك مشكله برضه من جوه. صحيح. كل ما انا احط اتكلم عليك لا والاسماء اللي بقى كده معروفين وانا مس استقرارك ما انا بكلمك وبعدين... لابد من مواجهتهم ومواجهتهم قانونا يا استاذ جمال زي ما انا بقول لك اهو لابد من عشان كده بقول لك الاهلي بيلجا لابد من اصرار والضغط على الهيئه الوطنيه للاعلام براس استاذ كرم جابر لابد من اتخاذ موقف يا جماعه مش هينفع كده حتى لو انتم فاكرين انها رياضه والامر لكن الامر في النهايه زمان يا استاذ محمود علمونا مشاكل كتير زمان علمونا انه لما اكون عندي خبر لازم اقوله بتفاصيله الكامله وكمان اقول مين اللي قاله انما ما ينفعش اقول ايه اول ما تلاقي يقول لك مصدر ما ينفعش اقول لا مين اول ما تلاقي خبر اه طبعا اول ما تلاقي خبر مجهل تبتدي تعد صوابعك ليه؟ لأن الموضوع بيبقى فيه ما هو سهل قوي إن أنا أقول لك ده إيه مصدري الخاص اللي هو محدش يعرفه اللي هو عفريت يا أستاذ جمال اللي هو عفريت العفريت ده هنسميه العفريت أيوة. العفريت ده في كل أنا آسف جدا في كل الناس كل ما تيجي تتكلم مع أي حد من أصدقائنا وإخواتنا الصحفيين يقول لك ما هو كابتن مصدري مش هقدر أقول لك معلش ده استغلال لحاجة كويسة يعني أنا عندي ميزة إن أنا لما أكتب خبر محدش يسألني عن مصدري ده مش معناه بقى ان انا استغل النقطة دي ها لان انا اقول اخبار كاذبة في فرق طبعا يعني يبقى الخبر له اساس صحيح هو ده اللي انا بقوله بالزبط. ان يبقى الموضوع فيه حصل عشان كده بقول لك يبقى حتى في دخان بالظبط اللي هو يودينا للنار لا هي دخان لكن ده لم يحدث هو دخان في مخيلة مؤلفه نعم الغريب انه كنت الشيء المؤسف انه البعض استغل هذا الخبر صحيح يعني معروفه صح وقعدت تروج ليه بصوره او باخرى ظنا منها انها يعني انتقاما من الاهلي كل واحد من الطرف الاخر بيحاول يحط نفسه يا جماعه طب انت هل سالت يعني هل انت فحصت في الموضوع انت كصحفي او كمتابع دورت على اساس هذا الكلام جبته ما تقوليش اصل انا عنده مصدري لا يعني انت عاوز تقول لي لكن انت عندك مصدر داخل من الاهلي اه يا ريت تقول لنا مين بس هم عشان احنا مش عاوزين نعرفهم اطلع بس قول واحد بس يعني مين اللي بيديك يعني مثلا الكلام ده وكنت قاعد جوه ودخلت في زي ما انا قلت لحضرتك طلع كلمك في التليفون وقال لك والله حصل كذا كذا وبعدين قال كمان بيفتح يعني انا عايز استغرب جدا لما يبقى مثلا ايه كابتن خطيب قاعد مع كابتن محسن وكابتن زكريا خلاص ويجيب لك خبر من القعده لا ويجيب لك وهم لسه قاعدين فوق يقول لك ايه ان لجنه التخطيط اختارت محمود صبري مثلا او جمال الزهيري فاهم لاي حاجه هما لسه الناس قاعدين فوق اولا لا الكابتن بيتكلم ولا كابتن محسن بيتكلم ولا كابتن زكريا بيتكلم ولا بيطلع يتكلم في حاجه الا لما بتبقى من خلال الرسميه طبعا انا بقعد اقول يا اله الا الله مش في رد يا هو ده عرفوا منين الخبر ده مش فيه خبر خاطئ اقصد مش فيه نفي طلع على لسان كابتن خالد بيبو ان مفيش عقوبات على صحيح كهربا و كلام كاذب ان هو مفيش اصلا حاجه حصلت عشان يبقى في طيب ما انا بقول لك هل هناك توضيح اكتر من كده لا الناس بعض الناس خدت هذا الكلام اللي هو خبر النفي وبتسال احد الزملاء ايه كواليس اللي عندك عن الموضوع ده ما خلاص ما يعني في خبر طلع انا مش بقى هو كل واحد حر يعمل اللي عايزه في مجال كل واحد حر ما هو كل واحد عندي حر يعني ايه يعني هو حتى حسام ساعتها الراجل المحترم والناقد زميلنا حسام زايد عمل ايه قال يا جماعه لا ما هو في بتاع لا في خبر يعني طلع رسمي لا في في نفي يعني رسمي من النادي الاهلي لهذا الامر لو النادي ساب الموضوع وما ردش انما ده طلع نفي وطلع خبر فعلا طيب ما حتى بعد ما النفي طلع والناس بتتكلم ما اسالكش بقى ايه الكواليس ما الكواليس ايه الهدف واضح يا استاذ جمال احنا ليه بنرف الدور هو على فكره انا هدفي كهربا وهدفي امام عاشور ازاي يضربهم يعمل لهم مشاكل هو على فكره كلام استاذ محمود صح ليه لانه انا هدفي واضح هي كل الاخبار دي طالعه من مين من مصادر واضحه او من ناس واضحه عارفين هم ما بيشجعوش النادي الاهلي وما بيحبوش النادي الاهلي طول عمرهم طبعا هيفضلوا ما يحبوش النادي الاهلي لغايه لما يعني لكن انا اقصد اقول لك ايه انه يعني مثلا ده لو مثلا طالع من حد حتى ما بيشجعش الاهلي ولا بيشجع يعني لكن انت معروف ممكن تقبله اللي قال الكلام ده معروف هو مين واللي قالت الكلام ده هي معروفه هي ايه وبتشجع ايه وبتحب ايه وده بيشجع ايه وبتحب ايوه بالظبط فانا اقصد اقول لك انه في الاخر هو من الواضح ان الغرض واضح من الواضح ان الغرض واضح الغرض واضح هو لازم يتقال له كفايه كذب يعني ايه خلاص اتكشفت ما تحاولش تبرر والبعض يحاول يبرر انه انا مش هي الصحافه على فكره بالظبط مش الاصرار يعني بالزبط. انت عندك حاجه ماشي لو في نقد الحاجة انقد ما حدش قال لك ولا حد يقدر يعترض عليك بس عاوز اقول لك ايه البث والبحث عن الفبركه وادعاء
العلم بالاسرار لا مش صعبه جدا. لو عندك بلاش تقوله وبلاش ايه بلاش تقوله وانت يعني الناس في يا جماعه مش هينفع والناس فاهمه وواعيه. لكن طبعا الهدف ايه؟ الهدف واضح زي ما قلت لك، النيل من الاستقرار بضرب مين؟ ان انا دلوقتي عارف انه امام عاشور مهم وازاي والناس شايفه، فهضربه ازاي؟ هسيبه كده ولا اطلع عليه اخبار؟ انت لسه ما شفتش حاجه، احنا لسه في بدايه الموسم لسه مش ده اول ضربه. عارف لو امام عاشور عمل كده في الملعب؟ عارف لو بص بيعمل ايه؟ بص انا بكلمك اهو وهتبقى قصه. عارف لو كهربا بقى مثلا صدر منه مثلا تصرف مش فيلم فيلم. طب لو حصل حوار ما بين عبد المنعم والشناوي تاني يعني مش هنخلص. ما هو انا بس دي مش هنقدر نتحكم فيها لان كل واحد قاعد مع التليفون وبيعمل كده وبيطلع يقول لك اصله ماسكين في بعض وعاملين في بعض. عموما اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب بما اننا بنتكلم عن حاجات جيدة بتحصل، يعني محتاجين ان احنا برضو نتكلم عن حاجات جيدة بتحصل زي اللي بنشوفه في النقل التلفزيوني مثلا، زي ما قلت لحضراتكم وزي ما كنا بنتكلم ان النقل التلفزيوني الحقيقة يعني تخيل حضرتك الصورة دي لو في جمهور تفرق كتير. يعني بقينا ناخد لقطات من درون ومن واير ومن حاجات حلوة جدا، ولكن تخيل لو الصورة دي كلها مليانة جمهور كان ايه اللي حصل؟ لا الوضع مختلف. ما هو ده عنوان العنوان البطوله بتاعتك يعني التصوير حلو والدنيا حلوه. بقول لحضرتك اهو انت عنوان يا جماعه برضو الناس مش واخده بالها. الجمهور محتاج تقدم له حاجه كمان عشان يجي. يعني برضو الجمهور انت فاكر ان الجمهور مثلا يعني كمان محتاج ثمن التذكره نفسه محتاج مراجعه تخلي حتى للطلاب اللي في كذا وتديها اسعار برضو تدريجيا تساعد حتى على الجمهور. الجمهور احنا وقفنا عند 5000 وفي واحد من تصريحات الاستاذ احمد دياب قال لك انه الوضع هيبقى ايه؟ يبقى يعني 50% من ساعه الاستاد. يا جماعه المباريات الجماهيريه ضروري جدا يبقى فيها تواجد جمهور، ده لصالح اللعبه، للارتقاء بالمستوى، للحماس. ما ينفعش انت تعمل لي عرض مسرحي ما فيش جمهور، الفنان مش هيطلع، لعيب الكوره مش هيطلع، مش هيبقى عندك لعيب عنده خبرات او حكم عنده خبرات او الكلام ده كله الا من خلال ايه؟ من خلال جمهور موجود في الملعب. احنا مش اقل من اي حد، احنا عندينا امن وامان وعندنا كل شيء، الاجراءات تم اتخاذها بصوره جيده والناس عندها وعاوزه تروح وعاوزه في ظل الظروف عاوزه تروح تتفرج على ماتش، عاوز يتابع، عاوز ياخد اسرته. انت برضو مطالب من خلال انك انت كمان الرعاه الموجودين في الدوري والكلام يعملوا خدمات يقدموها للناس، يعني ادي فرصه للناس كمان تيجي عشان ما لازم تدي حاجه برضو عشان تسهلوا المساله. فاعتقد مع التطور الملحوظ بامانه وبحياديه تامه، نقل اللي احنا كنا بننتظره وشايفين وعاوزين نشوفه شفناه. عاوزين اللقطه تكمل عشان الصوره عايزين الجمهور. عاوزين الجمهور. كان النائب احمد دياب اتكلم في هذا الامر وقال ان احنا هنزود عدد الجمهور خلال الفتره القادمه. هي الحقيقه برضو يا نقطه الجمهور شويه يمكن امنيه اكتر منها. يعني انا متفق تماما طبعا مع كلام الاستاذ محمود في انه ضروره وجود الجمهور حقيقي. انما انا بشوف ان التقنيات اللي واخداها شركة تذكرتي تشجع على ده، يعني تشجع على اتخاذ خطوة مستقبلية ولو متدرجة. يعني صحيح زي ما بنقول مثلا بالنسبة للمباريات اللي طرفها فرق أفريقية في 30 و35 يعني تم الموافقة ل 30,000 على أساس إن هي جمهور نادي واحد اللي هو النادي الأهلي. صحيح لكن في أندية كتير برضو ممكن جدا تعتبرها، مش انا مش اقصد كده، ده معنى مجازي، يعني تقدر تعتبرها افريقيه، يعني فرق ملهاش جمهور. طبعا انت فاهم قصدي يا كابتن. ده بتدي الدوري هم خمس انديه بس اللي عندهم جمهور بغض النظر عن خمس انديه يعني دول، يعني اهلي زمالك مصر يعني اسماعيلي اتحاد بقيه الانديه كلها افريقيه يعني ما عندهاش جمهور. بعتذر عن التعبير ده، ده بالعكس ده تعبير لطيف لطيف هو طبعا، لكن طبعا هو يعني هو معبر يعني عن ايه؟ انه انت بتتكلم على انه ما يبقاش في احتكاكات جماهيريه، خلاص يبقى في لجنه داخل الشركه تقيم، او لجنه في رابطه الانديه تقيم مدى جماهيريه المباريات، بحيث انه لو في امكانيه تزود عدد الجمهور، لو انت قلت مثلا الجمهور هيبقى 20 و20، لو انت قلت 20 لنادي ما مش هيعرف يجيبهم، يعني مش هيبقى عنده 20,000. ما عندوش طبعا. انا بتكلم بمنتهى الصراحه طبعا. ولذلك يبقى لازم في تقييم لمدى جماهيريه الفرق اللي بتلعب، فتزود
انت في ايدك القرار. يعني تخيل ماتش الاهلي والمصري ده لو انت بتلعب في الاستاد ومليان طبعا، وعلى فكره العدد لو زاد شويه في الاستاد اللي احنا شفناه ده مش هيبانه. صحيح، وبعدين هيبقى فيه فاصل 20,000 مش هيبان، لا هيبقى فاصل يعني هيبقى فاصل لما اللقطه اللي حضرتك قلتها. بس على الاقل صوتهم هيبقى يعني طبعًا. انا دايما بشوف ان الجمهور مش انا لوحدي. اللقطه دي يا كابتن اللي انت جبتها بتاع الاستاد، هسالنا تاني يا برجل، بتاع المدرج دي، المدرج الاستاد من فوق الدرون، اهي واضح جدا ان شايف الجمهور رائعه وجميله وكل حاجه، وشايف الجمهور حجمه قد ايه. يعني انت لو مليت لا لو مليت الساعه اللي هناك دي كلها والساعه اللي هنا هيبقى في بينهم فاصل فدادين كبير، فدادين يعني عشان حد يوصل الناحيه الثانيه. اتفرج بقى على ايه بقى؟ مساله صعبه جدا. لا لا اتفرج على سيمبا التنزاني وانت هتلعب معاه الساعه 4 العصر في افتتاح ايه الدوله. شوف بقى الجمهور بيبقى عامل ازاي. على فكره شوف مشهد مشهد ايه، مشهد مرعب، مشهد كبير جدا. فاللي انا عايزين اقوله يا راجل، يعني انت عندك فرصه الجمهور، طب اعمل تذكره لطلاب المدارس، واعمل تذكره لطلاب الجامعات، صح برضو اسعار، واعمل تذكره للاسر. يعني حط الحقيقه افكار، وعلى فكره اداره تذكرتي منفتحين لمثل هذه الافكار. لازم تعمل حاجه تجيب الاسر، يعني انت لما رجعت والناس شافت هتجيب ناس، هتبقى فسحه يعني. برضه حسيت مثلا اعمل حساب ان هو هياخد مصاريف، ما فيش هتقل الساعه 4 معلش يعني. انا بكلمه ورايح الماتش وهياخد تكاليف في المسار، هو مش عارف مين، وهياخد اكل وهياخد مش عارف مين، اديله الحاجه ها اللي هو تشجعه ان هو يروح يقضي يوم جميل، يعني اعتبرها فسحه من التعامل من على الباب من الشغل، وانك كنت اهلا وضيف عزيز وجودك مهم جدا بالنسبه لي. دي كلها افكار، كلها دي افكار يجب دراستها. يعني احنا هنا مش بناخد قرارات، لا لا احنا هنا مجرد ان احنا بنقترح وبننوب عن الناس في كلامها، بننقل نبض الناس للشركة المنظمة. فياريت كل الأفكار دي تدرس ويعاد النظر ولو بشكل تدريجي، زي ما قلنا كده في ماتشات معينة ممكن يبقى. عايزين نفتح القضية دي يوم الاثنين اللي جاي يعني لزملائي في لأن مهمة نتكلم فيها، لأن نتكلم هنتكلم عن النقل، احنا هنتكلم برضو عن حاجات إيجابية النقل التلفزيوني. بس حاجة بقى في النقل التلفزيوني، حكاية الاختصارات الإنجليزية، لا ده جرافيك، ده ملوش علاقة بالنقل. بس دي عايزة برضو، ده ملوش علاقة بالنقل. هم راعوها النهاردة، بقوا يكتبوا شوية عربي وشوية إنجليزي، لأن أنا ممكن أكون مش قادر أعرف يعني. لو قدرنا نجيب مثلا أعتقد إن ده بيبقى رابطة الأندية، الجرافيكس دي بتبقى رابطة الأندية. عايزين نسأل رابطة الأندية إيه الفكرة، ممكن يكون عندهم فكرة تقتنع بيها على فكرة. لا ما هو مثلا معلش أنت هتيجي تقول طلائع الجيش مثلا، لا يعني أنا مثلا أنا ما حدش هيعرف إن ده طلائع الجيش يعني. ممكن ايه انا اتسالت النهارده على فكره، يعني حد ملوش في الكوره خالص جاي يسالني، فدخل لي البيو داخل البيت كده فبص قال لي هو مين الفرقتين اللي بيلعبوا. ايوه طيب ما ده ما انا 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 عارف ده. على فكره حصلت حاله من الجدل على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا والناس كتبت عنها. لازم تساعد المشاهد، محتاجه بامانه شديده يعني ايه، محتاجه نظره، لان هم فعلا النهاردة. انت النهارده جابوها يعني مثلا دخل اول ماتش النهارده الساعه 4 كانت داخليه وهم احنا قاعدين في الجورنال وفي الشغل، ودخلت مين يا ايوه بالظبط كلنا احنا عارفين الجدول. هم قلبوا استنى شويه لما يشوف عملوها في الشوت الثاني اداك ايه دقيقه كده راح جاب لك ايه الداخليه وإيه. يعني اديني برضو حته عربي، اديني حته عربي يعني مثلا اي حته عربي. لا على فكره وانا بتكلم بالعربي حلو على فكره على فكره لا لا على فكره ايوه لكن انا انت عارف انا اللي يهمني ايه؟ مش ان انا انجليزي ولا عربي، وجهه نظري ان انا اعرف ايه الفكره. الفكره أنا يعني هستفيد ايه منها يعني، هتوصلنا انا إيه؟ حاطط الفكره بتاعتي في ايه الجرافيكس بتاع الموضوع. يعني احنا بنيجي نعمل جرافيكس نروح لقسم الجرافيكس يا جماعه احنا عايزين، فهو يقول لي ايه فكرتك، اقول له انا عايز اعمل كذا، فهو يبتدي يشتغل على هذا الموضوع. ففي فكره اكيد طبعا. ايه الفكره في ان انت تعمل تي جي اللي هي طلائع الجيش يعني ايه ما انا عايزين نفهم يعني. فرانكو قرب ده نعم فرانكو ارب مش عارف ما انا لازم يعني تاخدها انجليزي كلها يا تاخدها بقى حد يقول لي لا لازم اللوجو على فكره الشعار. انا ممكن اقتنع بالكلام لازم الشعار لو حد يقول لي معبر لازم يكون معروف للمشاهد يعني انا ما اجيش النهارده مش كل الناس عارفه شعار امبي مثلا مش كل الناس عارفه شعار الناس عارفه شعار الاهلي عارفه شعار الزمالك الاسماعيلي يا كابتن اسلام يعني انت عاوز تنشر هذه الفكره انشرها تدريجيا برضو مثلا يعني ما تجيش كده ايه لا يعني تعكس اعكس اللي عملته انت النهارده اللي هو العربي وتاخد شويه انجليزي لقطه عربي وبعدها انجليزي الناس تاخد على لا 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 لا. انا شايف انه وجهات نظر خلي بالك هي وجهات نظر انا على كامل احترامي ان هم في حاجات كويسه معموله في حاجات كويسه هايله ايوه حاجات هايله طبعا قربنا محتاجين حته الجمهور محتاج يتعمل فيها خاصه المباريات الكبيره جدا صحيح. لازم تفتح للجمهور فيها
يعني الانديه اللي عندها شباب الى ما لا يعني اذا كانت الامور امنيه تسمح بذلك. يعني اسالك سؤال، يعني انت لما تقول لي هفتح ب 40,000 مثلا في ماتش الاهلي والنصر، انت بتتوقع انه يجي لك 40,000؟ اتوقع انت يا ابني مش هيجيله بالسهوله. انا متفاجئ ممكن يبقوا 80. ما انا بكلمك، ما عشان كده لازم دراسه. هتقدم ايه مثلا؟ لازم دراسه. هتبقى الناس حساباتها ايه لما يبقى الماتش في القاهره حاجه وفي برج العرب حاجه، وبرضه في برج العرب المسافه والكلام ده، لما تبقى مثلا الزمالك وبيراميدز. لا ما هو انا مش عايز اقول، ما هو انا مش عايز اقول 40,000 متفرج ويجي لي 30 او 20 او 10. ما انت عايز بقى اما اقول 40 يجي لي 40. ما انا بكلمك، ما انت اكيد ده إيه؟ انت برضه لما تيجي تقول 40 برضه تحط انت كراجل بتاع تسويق وبتاع والكلام ده، لازم تدي للجمهور برضه. ما انت لازم برضه الجمهور تقدره برضه. طيب. هو اللي جاي لك حقيقي. مثلا وعايزك ده وانت بتقول له التذكره مثلا ب 200 و250 و300 و400 كتير برضه. ادي له الشباب اللي عاوز يروح هو واصحابه هيقدروا يدفعوا مثلا في التذكره يدفعوا 50. احسب حساب هياكل ازاي وايه المواصلات ازاي. يعني برضه يعني ادي ايه افكار وتدرس باكج. طيب. يعني ايه رغبه عشان كمان يجي. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. انا بس عايز برضه اسال حضرتك، طبعا لسه بدري ولكن البدايات مبشره اعتقد بالنسبه لل 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 للتحكيم، منظومه التحكيم. اه طبعا باستثناء خطا او اتنين من كابتن ابراهيم في اخطاء لكن كتير ممكن تحصل وما تبقاش مؤثره. يعني احنا لا نتحدث عن الاخطاء غير المؤثره. في اخطاء، اخطاء اوت، اخطاء كره فاول، الكره فيها حتى الاخطاء المؤثره حتى لو اهداف يعني، لكن في اخطاء قاتله. الاخطاء القاتله نحن ضدها مليون في الميه حقيقي. وبالنسبه لجميع الفرق يعني ما تجيش تغلط في ضرب الجزاء، ما تجيش يبقى ليك ضرب الجزاء وما تحسبهاش، ما تجيش يبقى هي اللعبه مش ضرب الجزاء وتتحسب. طيب. خصوصا يا كابتن اسلام مع التطور برضو التكنولوجي الخاص بالفار. يعني انت عندك مساعد مهم جدا بإعادة، مش مساعد إعادة يعني بالظبط كده، انت وقفت الجيم لغايه ما الحكم يشوف ويبص وتبقى براحتك. لا وفي عيون تانية في الفار هي اللي بتقول له ارجع شوف. فيعني استاذ محمود تقييمك برضو مستوى بريرا بالنسبه بقى لكلاتنبرج. انا ليه بقول كلاتنبرج؟ انا من وجهه نظري ان افضل مرحله للتحكيم في مصر كانت مرحله وجهه نظري. خلاص ما احنا موضوع كلاتنبرج قلنا خلاص عمل ازعاج ودخل في عش الدبابير. مقارنه بريرا بيه بقى، احنا دلوقتي يا عم بريرا ربنا يديه الصحه وبارك لنا في عمره، طلع عمل مؤتمر اخير اهو قال السنه دي ده الدوري المصري مفيش حكام اجانب 10 على 10 ماشي 100 100. ومش هقول له هتحاسب اللي بيخطئ ازاي؟ يعني ضربه جزاء اللي في زد ده اللي انا بقوله. كابتن ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم نور الدين ربنا يديه الصحه ويهديه ان شاء الله ويوفقه في اللي جاي. حد يقول لي ضربه جزاء ازاي؟ يعني برضه ماشي يا عم، مش هنقول ان القرار اتخذ في سنة، لكن كان عندك حكام الفار قاعدين وشوفوا وبتاع. الخوف انه يتحول تدريجيا الحكم الى العوبه في يد حكم الفار. في البروتوكول الخمس حاجات اللي هم او الثلاث حاجات المهمين اللي بتدخل فيهم في لقطات مهمه جدا، اللي هي ضربه الجزاء والاوفسايد والهدف، يعني الحاجات الكلام ده في البروتوكول. انا عاوز اقول لك ايه؟ انه لابد للحكم لانه هو سيد الملعب وقراره هو الاول والاخير. يعني ممكن اللي يقول له فودان ودي ضربه جزاء انه ما ياخدش بقراره وياخد قراره ويمشي يا كابتن اسلام. احنا منتظرين مش هنضغط على التحكيم، من صالحنا يبقى عندنا اطقم تحكيميه مميزه عندها خبرات. هنشوف لسه الموسم يعني انت لسه اسبوع واديك هتقف وعندك حاجه تانية، لا هتكمل. مش هيبقى حكمك مسبق غير لما تشوف ايه ثلاث اربع اسابيع بالظبط كده ورا بعض كده وتشوف المشهد عامل ازاي. هتشوف هل في وجوه جديده طلعها الراجل وهيقدمها ولا الوضع زي ما هو، يعني نفس هتبقى موجوده في نفس الحدود. لابد كمان يتفادى لو اي حد موظف او مسؤول له علاقه بيبقى شغال في مكان ويبدا يحكم في الدوري، برضه لابد الكلام ده يتحط في الحسبان، يبقى موجود ومطروح والناس عارفه. ومحدش دلوقتي بيخبي عن حد، كل واحد عنده صفحته قاعد على الفيس قاعد كله بيقلب ودوروا الرجاله جاهزين محدش يستنى. فانا عاوز اقول لك ايه، البدايه لسه احنا بكره معانا الاسبوع هيكمل هنشوف. ما كملناش اسبوع لسه بس يعني نفسي بس نقول يعني يا جماعه ما انا لسه لا انا بتكلم على نفسي انا يعني انا باستثناء يعني مباراه الاسماعيلي وزد يعني بقيه المباريات يعني عاوز تاخد الحكم النهائي يا كابتن وتريح نفسك. هات لي 50-60,000 في الملعب ونزل حكام وشوف هيعملوا. ده كلام محترم. اخيرا بكره الاهلي هيستهل مبارياته في كاس العالم للانديه لكره السله بلقاء احد الانديه الامريكيه،
وبالتالي الاهلي الفريق الوحيد اللي في العالم اعتقد هيشارك في ثلاث بطولات في كاس العالم للانديه، سواء ثلاثه كاس عالم للانديه يعني سواء سله او هاند بول او كره قدم. طبعا بنتمنى لهم التوفيق في بدايه هذه البطوله، واعتقد انه برضو لعيبه النادي الاهلي ايا كانت اللعبه هم بيمتازوا بنفس الروح زي ما حضرتك قلت، ثلاث بطولات كاس عالم في ثلاث العاب مختلفه، هتلاقي نفس الروح موجوده ان شاء الله ونفس الاداء، انه بيطلعوا اقصى ما عندهم، لان دي بتبقى اولا تاريخ بالنسبه للعيبه وتاريخ بالنسبه للنادي، فهم عايزين اكيد يحققوا نتيجة كويسة إن شاء الله. على الجانب الآخر مرة تانية أنا بس حبيت أقول لحضراتكم إن إحنا يعني الساعة دلوقتي هناك الفجر، فإحنا عشان كده مش عارفين نجيب تليفونات من هنتابعهم يعني إن شاء الله. لا الصبح طبعاً. يعني هما بيجوا في البرنامج الصباحي، أنا شفت الدكتور محمد شوقي النهاردة كان عمل مداخلة وبيطمن الناس على البعثة والماتشات والكلام ده كله. نعرف يعني الصبح بقى ما. الصبح بقى إن شاء الله. الصبح لا طبعا نعرف وجهة يعني نظر بطولة مهمة، وإحنا شفنا يمكن في مونديال اللي اتلعب في الفلبين واليابان لمنتخب مصر يعني كان قريب ان هو ياخد بطاقه اولمبياد 2024، لكن في مباراه نيوزيلندا خسرنا بفرق باسكت في مباراه غريبه يعني، رغم ان احنا لعبنا مباريات مميزه جدا، لكن فرق شاسع بين تطوير اللعبه حتى الباسكت نفسه في مصر محتاج فيه شغل، فيه نقله يكون يعني. انا عندي ثقه كبيره جدا في الاسباني وجست بوش، مدرب مكسب مهم يعني من المدربين اللي هيتكتب في تاريخ النادي الاهلي. المدرب ده جه عمل نقله كبيره جدا، اختياره لعناصر لعيبه، اهتمامه بقطاعات الناشئين في النادي، تطوير على مستوى القاعده، في شغل كبير جدا عامله مع الاهلي. يمتلك فريق مميز قادر يعمل العلامه الكامله الموسم الماضي، عندك بطوله شايفها في افتتاحيه الموسم الجديد مهم جدا، تتواجد تاخد الخبرات تكتسب تشوف نفسك فين وصلت، انت حاطط رجلك فين في اي مكان. لا شك بطولة كأس العالم للأندية، كمان عندك سوبر جلوب هتبقى في السعودية لكرة اليد، تحدي برضو جديد مع كمان في السعودية أيضا مونديال الأندية طبعا في ديسمبر بشكله في النسخة الأخيرة للشكل القديم، فأعتقد دي كلها دي أحداث تؤكد على إنه مسيرة كانت ناجحة. المهم جدا تبقى موجود في الحدث الرياضي، اسمك يذكر، تحقق النتيجة، تبحث عن إثبات جدارتك، ده كل الحاجات دي شيء مهم جدا. الناس الجمهور الاهلي مهتم جدا يشوف فريق الباسكت بتاعه هيبقى عامل ازاي وشكله ازاي، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب ويحققوا النتائج المأمولة باذن الله. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا، شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في بدايه الاسبوع القادم، وتكون حلقه دائما جديده مع البيت الكبير.